هاي جايز، انا كنت بعاني من مشكلة. كنت عم بعمل رننج للماتلاب وطلع لي انه عندي out of memory، فقررت اجي اشوف لابتوبي انه هو اصلا من فترة كل مرة بسوي رن للماتلاب كود بصير شوي بطيء. فرحت عند الايسر، عند this PC قصدي، ولقيت انه انا اصلا مستهلكة تقريبا كل الفري سبيس اللي موجود عندي بالايسر. طبعا انا عندي اظن انا عندي 1 تيرا بايت اتش دي او اشي زي هيك، اتش هارد ديسك درايف، بس كل اشي عم يتسيف بال اس اس دي اي ثينك، اشي زي هيك. استنوا، اوكي سوري جايز، انا بضلني انسى ايش لازم اكتب، اللي هي دي اف ار وات ايفر، هاي بسوي لها كوبي، بروح على الرن وبكتب دي اف ار جي يو اي، وبيطلع لي الدرايفز اللي عندي، الاس اس دي والهارد ديسك درايف. ف انا I believe انه my hard disk drive is actually not changed. يعني you can optimize في advanced view. so هدول ال SSDs. الفكرة انه انا عندي hard disk بس it's not used and you can see this لانه الداتا هنا، you can see it من عند ال PC انه it's free, it's 1 terabyte تقريبا، يعني 931 gigabyte unused. لكن عندي ال SSD تقريبا full. فأنا اكتشفت هلأ، طبعا زي ما قلت لكم I've been having issues. اكتشفت انه هلا هون ما بتقدروا تشوفوا، بس اذا رحتوا على الستورج، ستورج سيتينجز، كبستوا عليها، حتلاقوا انه انا مثلا عندي الديسكتوب مستهلكه. هلا بتشوفوا يعني انا عندي كميه ضخمه جدا. هو هاي الستورج، مش عارفة هو قاعد عم بطول. ممكن أعمل هون clean up recommendations. المهم خلنا نرجع للهون. حتلاقوا انه انا عندي فوق 70 جيجا بايت. خلنا نعمل شو مور، وفوق 60 طبعا، هاي ما بقدر اغيرها، 66 جيجا بايت. وهاي اوكي، خلنا نشوف مثلا الاذر عندنا فوق 20 جيجا. حتلاقوا انه عندي الدروب بوكس، بس الدروب بوكس 9 جيجا. فانا اكتشفت انه الدروب بوكس عندي محمل اشياء من لابتوبي القديم اللي كان عندي اياه من، يعني شوفوا، 2002. انتم متخيلين 2002؟ اصلا انا كنت ببو، يعني مش مولودة حتى، يعني اكيد انولدت انا قبل 2000، بس honestly it doesn't make sense. يعني I have files that are so old. يعني مثلا هون عندي فايلات من الجامعة أكيد 2016، ف
what I'm going to attempt to do is literally delete everything. يعني delete all of it. Hi, I'm just gonna delete it. Okay, خلنا نسكر أول. So خلنا نعمل refresh. يعني كيف نعمل refresh؟ طبعا أنا I deleted all of these files لأنه يعني شفتهم إنهم فايلات كتير قديمة وفتحت كم من فايل كلهم فايلات من وأنا كنت أدرس هندسة وكنت أنزل يعني أتابع مثلا أستاذ وهذا الأستاذ مثلا عندي فيديو لكل شابتر بشرح كل شابتر مثلا فيزياء فلأنه كانت الفيزياء صعبة كتير فكنت أتابع واحد فكان عندي فايلات كتير فيديوهات. أوكي غريب ليش كيف أعمل ريفرش استنى refresh. فكان عندي فيديوهات مع اني انا ما مسحتهم يعني حتى انا اصلا ايام الجامعة ما كنت استخدم هذا اللابتوب كنت استخدم لابتوب قديم لابتوبي القديم وطبعا ما كان عندي اي مشاكل بالميموري اوكي ما كان عندي اي مشاكل بالميموري بس الظاهر انه كان كل اشي يتسيف على الدروب بوكس وكل ما اجي افتح يعني افتح لابتوب جديد او اشي او اشتري لابتوب جديد او اشي كل الميموري تستولي على الموضوع. اوكي هلا لا ملاحظين انه قل كتير كان فوق 20 صح فصار اقل كتير. هلا بس عندي الاناكوندا هاي ممكن امسحها لانه كنت استخدمها الفصل الماضي كنت استخدم الفصل الماضي للبايثون الاسايمنتس بس I'm not using it now and I can just re-download it later on in my life so yeah. خلنا نشوف ايش كمان I can clean up. طبعا I'm doing this to improve the performance of my laptop. يعني if you have any issues and you want to improve the performance of your laptop, having too much memory used can have some issues. لأنه أنا لما كنت أعمل run للماتلاب لما طبعا أنا بسوي run لكود يعني that deals with thousands of images فبيصير اللابتوب خليني أفرجيكم التاسك مانجر and I think I showed you this before I think I showed you this before إنه أنا عندي الماتلاب it consumes very high memory. إيش هاي شوفوا كيف الدروب بوكس anyways إنه الميموري دائما بيكون عالي كتير بالماتلاب توصل ل 97% تخيلوا so yeah so بس كنت بدي